اشتري علي ولا ايه؟ عملت شريط بس بشريط علي. لا عمل ايه؟ شريط قبل كده. عمل شريط قبل كده طبعا. لا 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 وتجاري محاولات يعني. ايوه كان عامل معمول محاولات مش مصر، مش معمول مصر والله. كان شريط اسمع بس معمول لي حساب الشريط انا اديته مش بتاعه. الحل بس كان خد لا كان الحل شعبي. خد بس الحل شعبي ده مش ملحق فلكلور يعني. فبقول لك دي الاولاد لا طبعا لا 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 الحان استاذ سامي الحفناوي دي 100 100 طبعا. بس هو زي ما بتقول فعلا يعني ما كانش توقعات طبعا ولا في حسابات ولا الفنان عمره في حياته الله يرحمه ام كلثوم ولا اي مخلوق هو مش توقع الزهاني يتوقع ان العمل ينجح. هو طبعا بيبقى امال وطموح وايه كويس ويعمل اللي عليه اعتقد توقعات ما تحصلش كويس. يعني كان ياما بليغ مثلا كنا بنخش نسجل لحنين لشادية مثلا في يوم واحد كويس واحد ويتوقع ان اللحن ده هو اللي مثلا قولي قولي عين شمس هو اللي والحنه هي اللي تنجح والثانيه مش عارف ايه يوم يحصل العكس زي اللحن بتاع حلم بكر النجاة الصغيره بتاعت بكره وانسى وبكره ايه خايفه جميل ده كانت رمياه هي ما فيش كده فما فيش توقعات اطلاقا. لا هو اتوقع ان انا جاي مع نسب يعني الواحد بيختار كلمات حلوه كويس هو اللي قلته وزي ما تيجي تيجي بقى زي ما تيجي بس تقول انه رغنوادي اكيد ومؤكد هتنجح مش ممكن لو لا لا فيها اركان لا هو ده صح. ما انا بقول لك العوامل اللي ممكن تنجح اغنيه انا اختارها. انا بخالف النظريه دي معلش وانا معاك يا ملك والله معاك ايه انا معاك يا ملك اتكلم على مش على الغنى هتكلم على الفيلم على الفيلم الفيلم نفس الشيء. انا من ساعه ما بكتب الفيلم ما بعرف انه هينجح او هيفشل. الله في افلام بمثلها عارف انها فاشله جدا وفي افلام انا بمثلها عارف هينجح ازاي بس بقى يا ملك. طب معلش افكرك بحاجه ما ده لا ما ده الفيلم اللي انت خسرت فيه في انتاجك الالوان اول مره عشان ده المجد بقى طبعا كنت بغاوي بقى فرق يعني ايه مش يعني عاوز اكاديميك حاجات بقى اكاديمي عطيل وبتاع وكان المجد واياميها كنت بعمل اكشن انا طلعت عمال امثل مش عارف بتاع لا يعني هذه نفسي لا اقصد فن احيانا غلطه فنان طبعا لا يعني انا مع سيادتك في ان يعني في مواصفات لنوعيه من الفن زي السينما بالذات ان انا اعمل اكشن اكشن كوميدي كوميدي بس ده بينجح في اي وقت من الاوقات في ظل ازمه اقتصاديه مفيش ازمه اقتصاديه مجتمع مثقف مش مثقف ده بينجح لكن اقصد في اعمال تبقى انت برضو متخيل انها تنجح وتنجح زي فيلم كليوباترا كل المؤشرات تقول ان الفيلم ده هيكسر الدنيا ولا عمل حاجه ده اتخرب بيت الشركه باعوا الهدوم باعوا الهدوم في المزاج بس برضو الواحد يبقى عنده امل يعني عارف انه برضو هيتنجح كل واحد امل يبقى في امل لما بيجي لك كلام اغنيه لما بيجي لك كلام اغنيه وتتذوقيها بالظبط كده هي دي تتذوقيها كده تحسيها وتحسيها بالظبط وبعدين يجي اللحن يساعد وبعدين الاداء يروح مدي يبروز كله يبقى برضو عنده امل ان في نجاح في عوامل اخرى برضه يعني التركيز برضه يا مالك التركيز بالنسبه للاغنيه يعني هو ايه اللي بيخلي اعلاني قصدك مش تركيز اعلاني بس الاغنيه يعني زمان زي ما احنا بنعرف مثلا احنا ومعاصرينها مثلا من 15 سنه او كذا بنعرف ان الاغنيه دي ليها عده عوامل ليها لحن جيد وليها كلمه حلوه وليها اداء كويس ولكن ما بعد ذلك برضه ليها حاجات يعني ليها جهاز اعلامي ينشرها كويس جدا ده كلام صح يركز الناس عليه كويس جدا مزبوط. يعني انا كنت اسمع مثلا اغاني الاستاذ عبد الحليم او اغاني الاستاذ فريد او 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 يعني العظام اللي يا ريت كنا بتجيلهم احنا مثلا مثلا السنه دي الاستاذ عبد الحليم عامل اغنيه افتح اذاعه الشعب الاقي الاستاذ عبد الحليم الشرق الاوسط الاستاذ عبد الحليم التلفزيون الاستاذ عبد الحليم كذا الاستاذ عبد الحليم الاغنيه تاخد مكانها وتاخد رونقها بين الناس لكي تحفظها علما بانه دلوقتي احنا مثلا اذا بحثت مالك تلاقي مثلا 20 او 30 انسان بيغنوا في خلال السنة بيقدموا مثلا 20 أغنية 20 ب 20 بقينا 2000 أغنية في السنة المستمع هيحفظ إيه وهيركزوا على إيه الأغنية لازم لها دراسة ولازم لها دراسة عميقة جدا وتركيز عليها إضافة أركان إلى كلامك ده إن كان في حاجة بتتعمل زمان وهنا عرفها أضواء المدينة طبعا نعملها أستاذ كلام عوض كنا بنعمل حفلات في البلاد ولا البلاد العربية وبتاع وتطلع المطربين والمطربين كل واحد بتبارى وكله كان وكنا بنستنى الحاجات دي فكان وسائل إعلام أكتر يعني فرصة للتحديات اللي هي طبعا الإذاعة على الهواء كان ليها طبعا طبعا تأثير جامد جدا طبعا لأن الفنان بتبقى رهبته زي أيوة الملك أيوة لحد النهارده بيخاف وبيترعش هو داخل طبعا امال ايه او اثناء عرض الفيلم امال في مش عرض الفيلم ده حلقه احنا يعني خوف الخوف موجود احنا لازلنا موجودين يا ملك بلا موطنه كان الاستاذ هاني يعرف وهو حق من عارف يعني لان هو معاصرنا كلنا من زمان
انه في بعض من المطربين والمطربات قبل الحفله مثلا باسبوع مثلا يحفظوا اغنيه جديده. طب على اي اساس؟ لا على اي اساس حس امتى يعني؟ انا احسها امتى واحفظها امتى واغنيها امتى واقولها امتى؟ لا ما ده الحقيقه بقى. شكرا اركان. في حاجات تستفزني يا ملك. مطرب وحاطط او المطرب وبيطرب عليها كلام يرفض يعملها. لا يرفض يعملها في مناسبه وطنيه. مش في مناسبه وطنيه ما تعملش. كلمتين هتبقى جاهزه يا بلاش. كلمتين بالظبط. بس المناسبه الوطنيه عشان ممكن قالوا لها امبارح. لا 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 بس ما تقريش. ايوه نور ام كلثوم عملت غنوه في ليله من الليالي كانت تتذاع بكره وكانت بتنسى كلمات. كان رحمه عبد الصالح كان بيلقنها كلمات ما تنساها. او شفيق كامل كان وراها. لا مش في ليله. لا لا ما كانش في ليله يستحيل. لا ما كانش عامل غير موقف معينه. هو هو ده بس. لكن الموقف ده كان مناسبات. كان مع المناسبات. المناسبات بالذات فعلا الفنان بيبقى مغمور. يعني بيجي يقول له الحفله مثلا بعد اسبوع. الحفله بعد اسبوع دي وممكن يكون الكلام لسه المؤلف بيالف لسه يعني بيالف والملحن لسه هيالف هيلحن. فبص تلاقي كله مضغوط. فمن حقه انه يطلع يحط ببيتر يقول لها طبعا هديها. انا سمعت في الاذاعه العربيه وانا ماشي الاستاذ العظيم الملحن العظيم محمود بشرير. الله الله الله. طبعا استاذ بيتكلم بيقول حاجه غريبه قوي. النهارده يجي الكلام للملحن يسجله على الكاسيت ويبعته للمطرب او المطربه. أيوة أيوة. لم يتقابلا. ما بيتقابلوش. ده اللي بيحصل. ما بيتقابلوش. ده اللي بيحصل يا احمد. ما بيتقابلوش. فين بقى عبد الحليم اللي كبرنا دي؟ لا سنه بروف. يعيش ام كلثوم سنتين بروف. فين الكلام؟ كده يا ملك ان ممكن المطرب ما يشوفش الفرقه اللي سجلت الاغنيه. تصور المصيبه. ما يعيشهاش. بتشوف على التراك 24 تراك ويروح الموسيقيين يروحوا بعد اسبوع ولا شهر يسجل المطرب. الملحنين الكبار. على شريط. بقول ايه هاني بقى نختم بال هل ده عدم حب الاغاني؟ بس يكمل كمل انا كل ما يسالوا ملحن كبير ولا ايه؟ ما يسالوا ملحن كبير او يسالوا اي حد ايه ازمه الاغنيه يقول لك ازمه اصوات. لا اصوات كتير جدا اهو. كتير قاعده فيها اربع مطربين اهو خمسه ومطرب. عايز اقول ليه على طول محملين ازمه الاغنيه على الاصوات؟ الملحنين الكبار بالذات اللي هم يعني مارسين المسألة. لا هو مش معلش يعني طبعا الأصوات موجودة ومش هقول لك إن مفيش أزمة. ما أنت عارف. ما أنا عارف. أنا طبعا أنت عارف الأصوات قد إيه موجودة. أنا عارف طبعا. طب يعني عايز أعرف ليه. أقول لك بقى أنا وجهة نظري الشخصية. أنا مش دارس موسيقى لكن أنا متزوج. حسها أكتر متزوج. بحب أسمع الغنى يعني. متزوج. إن أنتوا اتحبستوا في عبد الحليم حافظ. هو دي دي بقى اصبحت عقده عند اي مطرب يغني. اقول لك بقى الفرق ايه. عبد الحليم طلع فين؟ في اصعب ظرف يطلع فيه فنان. طبعا محمد عبد الوهاب. يا خرابي. فريد لطرش. فريد لطرش. كريم محمود. محمد هنجيل. محمد فوزي. محمد فوزي. يشوف العتاوله دول. ثم فايز احمد. عارف نجح يا عبد الحليم؟ السيد كله. لانه عبر عن الشخصيه المصريه في وقت الثوره. حاجه جديده. جديد جديد جديد. فطلع جيل كامل عماد في الكلمه في الكلمه في اللحن في الاداء. بدليل ان عبد الحليم في حاجه ما في جيل كامل. بس انتوا سقطتوا. لا وقعتوا في تاثير عبد الحليم. لا 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 في جيل في جيل كامل. لا بس انتوا سقطتوا حاجه. سقطتوا حاجه من تاريخ عبد الحليم. عبد الحليم اول ما طلع ما نجحش. مين قال نجح؟ لا يا روح قلبي لسه انت ما سمعتش 100 كلامي. لا ما سمعتش 100 كلامي. انا بقول لك في البدايه ما نجحش. انا بقول لك في البدايه ما نجحش. ده قعد لانه جاي بنغم جديد. بالظبط لانه جاي بطعم جديد. انا سمعت مره الاستاذ علي حميده قال ان فعلا عبد الحليم في الاول اتضرب مع رفضه. ايوه كويس. عايز اصلح دي بقى يا استاذ. هل ده صحيح؟ لا اسكندريه انت لما قريت دي على انا زعلت كمان. ادخل نفس الحكايه. هو السؤال السؤال اتسال لي والاجابه كانت مبتوره اعلاميا. انا السؤال اتسال لي انت لما طلعت وغنيت ليه الصحافه هجمتك والناس هجموك رغم ان انتشرت جماهيريا؟ قلت لهم لا مش مشكله الهجوم. عبد الحليم اول ما طلع اتهاجم ورغم ذلك داس على هذا الهجوم واصبح عبد الحليم الرمز في الاغنيه العربيه وشال خد الجزئيه الاولى وشال الجزئيه الثانيه. طبعا الكلام ده كان في اذاعه ممتاز يعني. طب لا الاذاعه اذاعته صح كما زي ما قلت انا واخد بالك ازاي. ولكن اللي نقل الخبر نقله مبتور وحطه في الصحافه مبتور. طبعا دي انا تألمت منها كتير لسه النهارده. انا اتألمت صح. انا رايح السعوديه في طياره لكابتن طياره ده بعت لي. بس من حقك انت ثاني يوم كنت كذب يا علي. ما رحت اكذب الحكايه دي. ما رضيتش اطلعها في الصحافه. في رحت نفس الصحيفه طلعها في التلفزيون عملت برنامج مخصوص في الحكايه دي. هو بس جايز في ناس يعني صعب عليها ان المقارنه هنا هتبقى بعيده شويه. طبعا يعني ما لا انا شرحت موضوع عبد الحليم كان بيقدم انواع عديده من الفن واشكال اكيد. خلي الناس تحفظ شعري عبسي يا راجل. ايه اتنفس تحت الماء دي.
حد يتنفس تحت الماء. ايوه سمع. يعني الشعر مستحيل. عبد الحليم كان بيتنفس تحت الماء. طب هو ايه الغنوه اللي هاجم عبد الحليم؟ صافيني مره. صافيني مره اما غنى عبد الحليم مره اتهاجم بيه على المسرح في سينما الهامبرا في اسكندريه. مسرح الهامبرا عشان الواحد يعرف كويس قوي. عبد الحليم حافظ طبعا كان ساعات عايزين عبد الوهاب وعايزين حتى غنى عبد الحليم حافظ في احد افلامه قال لك وبغني قديم وانا ايه ذنبي لما قال لك انا قلبي عليك عليك قلبي وخايف اقول على قد الشوق لا تروح لا مش عارف ايه روحي واخد بالك ازاي كان متمرد على القديم وكان جديد احنا لا يمكن نتمرد على عبد الحليم والله افرض ان انا ما بحبش والله افرض بحب هل انا ممكن من الغباء ان اقول الكلام ده في مكان لا من الغباء تشيل تمحيه من الذاكره لا ده غير صح عبد الحليم دلوقتي اي حد بيغني يقول يا ابني انت فاكر نفسك عبد الحليم حافظ ده اصبح رمز الغناء صح يا استاذ فريد